وأخيراً انطلق دور المناصير للمحترفين للموسم الجديد بعد مد وجزر بموعد انطلاقه وانتظار طويل من عشاق كرة القدم الأردنية لمشاهدة فرقها بحلة جديدة وبآمال وطموحات جديدة. الأسبوع الأول لم يكن بمستوى الطموح فنياً وجماهيرياً، فغابت الكرة الجميلة وغابت معها فاكهة الكرة الجماهير عن المدرجات. ورغم سخونة موسم التعاقدات الصيفية لأنديتنا، ولكن ظهرت الفرق بمستويات ضعيفة ومتباينة، حيث شهدت المباريات الست من الجولة الأولى تسجيل 10 أهداف فقط، فيما لم تشهد الجولة الأولى ظهوراً قوياً للفرق المرشحة لللقب، حيث حقق الوحدات حامل اللقب انتصاراً بهدفين دون رد على الصريح، فيما أدرك الفيصل التعادل مع اتحاد الرمثة في الرمق الأخير. الرمثة صاحب البداية الجيدة في كل موسم، ولكنها لا تستمر للنهاية. ها هو يبدأ من جديد الموسم الحالي بانتصار على ذات راس بهدف نظيف، فيما كان لقاء العراقة بين الجزيرة والأهلي صادماً لجماهير الفريقين اللذين ظهرا بمستوى دون المتوسط، بالرغم من إشراك نجمي الجزيرة الجدد محمود شلباية وعبد الهادي المحارمة صفقة الموسم لدى الجزيرة. بداية الدور انطلقت بلقاء جمع بين الحسين إربد والبقعة وانتهى بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. البداية بشكل عام لم تكن مرضية لدور المحترفين، ولكن الجماهير تعول على لقاءات القمة في الأسابيع المقبلة في ظل تخوف من استمرار توقف الدوري بسبب استعداد المنتخب للمشاركة في نهائيات آسيا المقبلة في أستراليا 2015.